مشاهدينا متابعينا، ينطلق الشوط الثالث في هذا المساء على بركة الله للخيل العربية الأصيلة مبتدئة ولمسافة 1850 متر على المضمار العشبي هنا في نادي السباقي والفروسية. متابعة قوية من الجياد الآن ككتلة واحدة تسير، ومحاولة الآن للتقدم صعب في المركز الأول للسيد عيسى محمد عبد الله الصريطي، ومتابعة أيضا من بقية الجياد من عميد في المركز الثاني، وعلى ما يبدو لأبية أيضا محاولة التقدم للسيد سعد ربيع الكعبي، ومتابعة أيضا من بقية الجياد هنا في آخر 1300 متر. إذن صعب في المركز الأول، أبية في المركز الثاني، وفي المركز الثالث كما نتابع طيف وأيضا بقية الجياد. متابعة قوية أيضا من صعب المنال في المركز الرابع والمركز الخامس على ما يبدو لي فطيمة. إذن هذه هي الجياد ومتابعة قوية في المركز الأول، لازال صعب هو في المركز الأول، وأبية في ثاني المراكز، ومتابعة عميد في المركز الثالث. محاولة تقدم الآن لعميد، عميد من المرشحين للفوز بهذا السباق، وأيضا من زعفران من الخارج وصعب المنال من الخارج أيضا، محاولة هنا عند الانعطاف قبل الأخير. متابعة قوية، إذن الآن الجياد تسير بسرعة وبقوة الآن بكل قوتها نحو المنعطف الأخير. إذن لا زال صعب في المركز الأول، ومتابعة أيضا من عميد، والمركز الثالث على ما يبدو لي إذن سيكريت أنجل، وأيضا من صعب المنال متابعة قوية عند الأمتار الأخيرة والخط المستقيم. هنا نتابع وإياكم عميد يتصدر الجميع، عميد في المركز الأول، صعب في المركز الثاني، ومتابعة أيضا من الخارج من صعب المنال وأيضا من جفول الجزيرة، ولكن رضا من الخلف تحاول، والاندفاع القوي من رضا والاندفاع القوي، ولكن عميد في المركز الأول، رضا وعميد في المركز الأول، رضا وعميد رضا إذا في المركز الأول. منافسة فعلا كانت قوية، ورضا إلى المركز الأول ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني والمدرب جوليان سمارت الخيال هاري بنتلي للمركز الأول. إذن النتيجة النهائية والرسمية من لجنة المعتمدين بالنسبة لهذا الشوط، رضا في المركز الأول ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني المدرب جوليان سمارت الخيال هاري بنتلي، ثانية المراكز لعميد لمزرعة تومكان والمدرب ألبان ديبيول والخيال بيير كونفرتينو، بينما ثالث المراكز لرقم 14 جفول الجزيرة ملك وتدريب السيد منصور بن مسفر حمد الشهواني والخيال سيب ساندرز، أما خامس المراكز فلرقم 15 لينا الملس ملك الآنسة مريم بنت شعيل الكواري المدرب محمد جاسم الغزالي والخيال جيرالد أفرانش. إذن تهانينا للفائزين بالمراكز الأولى في هذا الشوط، وننتظر بإذن الله بقية الأشواط.